فاحصر القلوب والكل اسمعنا بكثرة تحننك وطهرنا من كل دنة الجسد والروح مزك صحابة خطيئنا وظلمتنا مثل الدخان املانا من قوتك الإلهية نعمة ابنك الوحيدة فعل الروح القدس ولنكن مستوجبين لنا لهذه الخدمة لعهدك الجديد باستحقاق أن نحمل اسمك القدوس ونخدم كهنة أسرارك الإلهية ولا تدعنا نشارك في خطايا غريبة بل امحلتي لنا ومنحنا يا سيدنا لنصنع الماء إلهي بنينا معلنا المعرفة لكي نقول معك ونتقدم إلى هيكلك المقدس واقبل إليك الإغومان السية الكاملة ستصير لعبيدك الواقفين أمامك منتظرين موهبك السمائية لأنك صالح كثير رحمة لكل الذين يدعونك قوين هو عزك مع ابنك الوحيد والروح القدس كبير نعم يا رب اجعلهم مستحقين لدعوة الإغومان السير لكي باستحقاق من قبل صلاحك يا محب البشر يستحقون اسمك ويتعبدون لك ويخدمون مذبحك المقدس ويجدون رحمة أمامك لأن الرحمة والرافة كائنين من قبلك يا الله
يليق بك المجد يا الآب والابن والروح القدس الآن وفي الأنهار الظهور أمين. اخترت عبيدك هؤلاء ليصيروا اباء المدبرين لعبيدك ولا كلم ولا واحد لاجل اسمك القدوس. من اجل هذا نسال وطنك يا محب البشر لكي تنظر نظرا عليهم وتباركهم وتطهرهم لحلول روح قدسك عليهم. تساعدهم كل عمل صالح تمنحهم حكمه وقوه من خبر حق القدوس ليكونوا إلى لهم محاياً وليلاً إنهم عليهم يا سيدنا الصالح بروح رئاسي وداع محمد وصبر وصلاح لكي يكونوا مرضيين لك بالأعمال الحسنة إذ يصيرون بسمك تحت طاعتهم وعندما يصنعه هم مرض ثم علم وصل ناموسك يهتمون بهم بطهارة ومحبة ليصيروا أطهاراً بلا عيب ويقدموهم إلى المسيح الخاتم السماوي ذبيحة نقية حية مقبولة إذ يكمل عليهم المكتوب هكذا فليدنوا بكم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ومجد أباكم الذي في السماوات. أن أمورات تحب البشر ذات ابنك الوحيد ربنا ولنا مقدسنا يسوع المسيح جسد الروح وأرسلنا السمان عمتك لعبيدك أولادك يستحقوك من جهتك أن يكملوك حنوتا بغير لؤم لك يهلوزوا من قبلك بمراحمك مع عبيدنا أرضك ومنذ البدء لأن الرحمة كان بردك ينبغي لك الإكرام من كل أحد والسجود يا الآب والابن والروح القدس الآن وكل أنظار الظهور أمين. Amen.
وسر بالتكريس الذي له بمنسيه الذي صار لعبيدك هؤلاء من قبل حضوره القدس عليهم نسال انظر اليك يا سيدنا ان تسمعنا وتقوم دعوه اختيارهم بطهاره وصلاه صلاحك واخترتنا معهم للخير لكي ناخذ مع كل من سمع لا تكمن البدء اجره الوكيل امين الحكيم في ظهور ربنا وعلى أن مقدسنا يسوع المسيح فليكن لك إذن عزم اهتمام بكلام التعليم بالزرق وغيرهم لأعمالك الحسنة علمنا لشعبك هذا الذي تعطيك عنه الجواب لله حسب وعزة المعلم الرسول كن ساهرا على نفسك ونفوس المهديه بالعمل الحسنة تسمع أكثر من تكلم بها بكت خطاك الناموس الرسول بالوداع والبشاشة تألم عنهم لأنهم أحضارك يعمل كل الحرص أن تدع الزر يختلف من قطيع اقطع بكلمة الحق كمل القول المكتوب ينبغي لنا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء ونرضي معذراتنا لكي تسمع أنت أيضا أيها عبد الصالح وجدت أمينا في القليل أنا أجعلك على الكثير أدخل أفرح حبيب
قبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب الذي هو اسم المسيح الله الحي اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا على هذا الرسم كيف بركة ونشر انظروا لانفسك في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بروحك الحيه
سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عن قيد الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين. وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال النوم بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. Amen.
Oh,
نمني شو بنتي
خنبناتي انت ابنوسي اريك تكسر شوزني عين انت ادلي نمن كربس انت ابخاري اتخن طيرون بصاي اسمه ايرو Constantinopolis, Nebus, Nav, Shentia.
Yeah.
شاه انت متشفيرنا انت متهل ممسيس انت لف مستريون ونفس المستنيرة مع المحسن وإيمان بلا رياء ومحبة
Thank you.
السلام أعطينا السلام أكرر لنا السلام أكفر لنا الخطايا وجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. محبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد موضوع عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم وسلام سلام الرب يكون معنا.